تفضلي. شكرا لك نجيب القحطاني زميلنا العزيز، ونرحب بالأستاذة سمية الإبراهيم اختصاصية تغذية علاجية، والحديث عن موضوع استعداد مريض السكر لشهر رمضان، موضوع جدا مهم وشيق، ولك الهوى انك تشرحين لنا شنو لازم يسوي وشون يستعد مريض السكر لرمضان. وطبعا مثل ما ذكرنا انا وياك قبل شوي انه يختلفون مرضى السكر من شخص لاخر. يسعد صباحك ورود. اليوم قلت خل اتكلم عن موضوع صيام المرضى السكر، الحين ان شاء الله باقي اسبوعين على رمضان، اللي فيهم سكر تعرفين علاجاتهم مختلفه، فمنهم من ياخذ اللي هو الادويه او الحبوب، منهم من ياخذ الانسولين، فهذه الامور تحتاج تضبيط في الجرعات زيارة للطبيب، خاصة اللي سكرهم مرتفع واللي ياخذون انسولين، ان شنو الجرعات راح تكون برمضان؟ وهذه اسئلة وايد نسألها احنا قبل رمضان، سواء الناس اللي على مضخة انسولين او الناس اللي على ابر او حتى اللي على الحبوب، اذا ياخذ ثلاث حبوب حق ثلاث وجبات، الحين صار في سحور وفطور، هل اخذ حق الغبقة ولا ما اخذ حق الغبقة؟ فهذه اسئلة حق الناس اللي في بعد ضايفين لهم ادوية جديدة، فما مر عليهم رمضان مع الدواء الجديد هذا، يحتاجون انه يروحون الدكتور. عندكم اسبوعين الحين يمدي فيهم ان تراجعون طبيب السكر عشان يرتب علاجاتكم استعدادا لشهر رمضان. والناس اللي على انسولين اخصهم ورود، ليش؟ لان الانسولين يسبب هبوط بالسكر. عندنا احنا فتره الصيام جدا طويله، كانوا جايه بالصيف، ففرصه الاصابه بهبوط السكر تكون اعلى، وبالتالي فرصه ان الواحد يصوم له يومين ثلاثه في شعبان يشوف، خلينا نقول هي كتجربه الصيام يعني. تجربه انه لو صار معاه هبوط يقدر يفطر ويعرف يضبط جرعته. طبعا حتى لو واحد صايم في شهر رمضان، إذا حاشه هبوط بالسكر فهو لازم يفطر وما يتم صيامه، لأنه لازم يرفع سكر الدم. جايبه اليوم أنا بعض الأصناف المخصصة حق، أو هي أصناف تعتبر صحية، الكل ممكن يلتزم فيها، لكن كون أن أنا متخصصة بالسكر فوايد يسألوني شنو الأكل اللي أنا لازم أكله برمضان. للأسف شهر رمضان هو شهر الصيام، إحنا نتوقع أن الناس ينزل وزنها والناس المفروض سكرها يعني. لكن اللي قاعد يصير هو العكس تماما لفئة كثيرة من الناس. الاكل الرمضاني بالضبط، الاكل الرمضاني يختص في انه عالي بالسكريات وعالي بالدهون، لكن في اصناف رمضانيه تعتبر صحيه لازم شوي نسوي تركيز عليها اكثر، ونهمش الاطباق الثانيه اللي هي تعتبر عاليه بالسكريات وتضر بالاخص فئه المصابين بالسكر. بالنسبه حق الفطور، غالبا الشخص يتفطر فيه ثلاث تمرات. الشخص اللي وزنه مرتفع وسكره خلينا نقول مو ضابط، يعني كنترول الادويه معاه مو زين، فانا افضل انه ياخذ تمره واحده. اذا بياخذ ثلاث تمرات فهو ياخذ افضل نوع هو التمر السكري، اللي هو لو تشوفينه حتى نسبه السكر اللي فيه، هو اسمه سكري لكن لو تشوفينه ناشف ما هو نفس التمر العادي. فالتمر كل ما كان، هي قاعده عامه بالفواكه ورود، ان الفاكهه كل ما كانت مستويه اكثر كل ما كان نسبه السكر فيها يتحول من السكر المعقد الى السكر البسيط. وبالتالي يكون امتصاصه في سكر في الدم اسرع فيرفع، واللي هو افضل طبعا. فاللي هو بالنسبه حق مرضى السكر، احنا نفضل الفواكه، ما اقول اللي مو مستويه، بس خلينا نقول الفواكه شوي يابسه او للحين ما نص بنص يعني، ما بالضبط يعني اذا بنيه على الموز فهي تكون الموزه يعني ما اقولش الخضره، بس طبعا الموزه الخضره اللي ما ترفع السكر بسرعه الموزه اللي مستويه وايد او اللي صايره تقريبا سوداء، فيهم نفس كميه الكربوهيدرات ما تغيرت، لكن يختلف سرعه امتصاص السكر اللي جاي من الفواكه، يختلف على درجه نضوجها. من الامور اللي ايضا مفيده حق المصابين بالسكر اللي هي طبعا شوربه، الكل يبي يتفطر شوربه ورود، الشوربات اللي هي عاليه بالكريم، الشوربات الريدي ميد او الجاهزه اللي موجوده بالجمعيات الاظرف انا ما افضلها. فالمصابين بالسكر انا افضل شوربه العدس رقم واحد. بسبب ان هي تحتوي على بروتين، وبالتالي امتصاص السكر او الكربوهيدرات اللي جايه من العدس يكون ابطا، ويصير في كنترول احسن فتره الفطور. طبعا احنا عندنا الكباب والسمبوسه والامور هذه، انا افضل انها تنحط بالاير فراير او تنحط بالفرن، ما يكون في افراط فيها، يكون في حبه واحده. خاصة أنا قاعد أتكلم حق الناس اللي فيهم سكر اللي وزنهم زايد ورود. ففي أشخاص فيهم سكر لكن وزنهم محافظين على وزنهم، فهذيلا ممكن ياخذون شوية أكثر. لكن طريقة الطبخ هي اللي تحدد ايش كثر أنا ممكن آخذ. دائما مثل ما قلت لك أفضل اللي هو الإير فراير، وهم هذه فرصة حق الأمهات اللي قاعد يتابعونا، إنه بدال ما أنت كل يوم تقلين هالكبة وهالسمبوسة، تقدرين تشترين جهاز الإير فراير وتحطينه فيها، وبالتالي تقللين من السعرات الحرارية اللي أسرتك قاعد تاخذها. التشريبة تعتبر اختيار جدا ممتاز.
ممتاز، نقدر نحط فيها خبز الرقاق الاسمر. وتشريبه افضل ما تكون يوميا تشريبه لحم، استهلاك اللحم في رمضان قاعد يزيد بشكل مفرط. نكثر بالضبط، نكثر من الخضار وخاصه الخضار الغير نشويه مثل الكوسه والبيديان. نعم. في التشريبه فما يكون في تركيز اكثر للمصاب بالسكر على البطاط. طبعا اللبن هو المشروب الاول لسفره الافطار للمصاب بالسكر، مو المشروبات العاليه بالسكريات. نعم. افضل سحور للمصاب بالسكر هو خلينا نقول البقوليات. نعم. فالنخي والباجلة مصدر بروتين، حتى ممكن اذا صمونه ممكن حق الشباب هذا تكون قليله، فثنتين من الصمون الاسمر، زبده الفول السوداني، البيض، الفول، الاجبان. لازم ندخل ورود نسبه بروتين في السحور، خاصه حق الناس اللي قاعد ياخذون ادويه تحفز من افراز الانسولين والبنكرياس. بالضبط، لان وجود البروتين في وجبه السحور يحافظ على امتصاص الكربوهيدرات لفتره اطول، وبالتالي فرصه اصابتهم بالهبوط تكون اقل. عندنا مشكله في الغبقه الرمضانيه وهي الحلويات اللي موجوده في رمضان. اغلبهم الاصناف الرمضانيه هي عدوه للسكر. نعم. للاسف اغلب الاصناف. نعم. اللي هو الحلو، فكثر ما يقدر المصاب بالسكر يوخر عن اللي هو الجيمات والقطايف والاشياء هذه اللي فيها عيين وتنحط بالزيت. وبداله افضل هو سلطه الفواكه، ويقلل من العصير اللي موجوده في سلطه الفواكه كثر ما يقدر. المهلبيه ايضا وام علي يعتبرون من الاختيارات الموفقه. يعني ياكلوا سلطه الفاكهه بدون العصير. سلطه الفواكه خلينا نقول هذه نسبه العصير فيها شوي عاليه. ساعات تصير فواكه اللي هو مثلا البوبلي مع الرمان، او اللي هو تخلطين انت صنفين من الفواكه ما تحتاجين تحطين معاه عصير، كمان العصير ورود بسرعه يرفع نسبه السكر مقارنه في اكل الفاكهه. فعشان كذي افضل تكون سلطه فواكه فيها نسبه العصير تكون قليله. ومثل ما قلت، لما انتم تروحون مثلا غبقه او تروحون يمعه في رمضان، فحاولوا تكون تركيزكم اكثر على الحلويات اللي تحتوي على فواكه، او على الحلويات اللي فيها او اساسها حليب مثل ما قلت المهلبيه او ام علي، كون انها راح تكون سعراتها الحراريه جدا اقل، ونسبه السكريات ايضا فيها جدا اقل مقارنه بالقطايف. شنو الكالوريز اللي في المهلبيه؟ فالمهلبيه ممكن توصل 150 كالوري تقريبا، وهذا شيء زين يعني. طبعا قبل السحور. قبل السحور هي وجبه ما بين الفطور والسحور. ممكن ايضا اقلل انا من سعرات الحراريه اذا استخدمت سكر ستيفيا، ما استخدم السكر العادي في ان انا اسوي اللي هو المهلبيه. شهر رمضان مثل ما انا قلت ورود هو شهر مفروض يضبط فيه السكر. صحيح. وشهر مفروض ينزل فيه وزننا، فخلي يصير الاستفاده الكبرى من الصيام هذا في الاكل الصحي. نعم. اللي ناكله في سفرتنا الرمضانيه، ونوخر شوي عن الاصناف اللي هي تعتبر عاليه بالسعرات وكثيره في. نعم. السكريات. نعم، طبعا داهمنا الوقت. شكرا للاستاذه سميه الابراهيم اختصاصيه تغذيه علاجيه، ونتمنى الشفاء والفائده من شهر رمضان. وننتقل الى زميلنا العزيز عبد الرضا بن سالم، ونشوف شنو عنده في فقره السينما.